احنا ايه؟ منورة يا هانم. البيت منور بصحابه يا حبيبتي. انا حبيت نادين قوي على حب ابراهيم ابني ليها. اول ما وراني صورتها على فيس ما استنتش لحظه، على طول عملتها اد، وبقينا نعمل لايكات لبعض وشير، وبقينا نبعث لبعض قلوب حمية. ميرسي قوي يا طن. معلش يا جماعه، قبل الكلام على اي حاجه، انا واحد ام ولادغه يعني مش باقي على الدنيا. ولا يهمك يا حبيبي. على فكرة هما الولاد حابين بعض قوي، وابراهيم جاهز من مجاميعه، عنده شقته، ما فاضلش بس غير الأجهزة، هتنزل عروستنا تشتري كل اللي نفسها فيه، ولو مش عاجبها الشقة أغيرها. لا ليه مش عاجباني؟ ليه؟ هي عاجباني ما فيهاش أي حاجة أصلاً. مش لما أبوكي يوافق الأول اتهدي بقى. يا مامي إيه يا جماعة، هو عمه بقاله 9 ساعات في الحمام ولا إيه؟ ما تشوفوا له يكون غرق في البانيو ولا حاجة. أنا بجد آسفة، أكيد هو عنده مكالمة مهمة، أنا هطلع أستعجله. أه يا ريت يا مامي لو سمحت. انت لسه ما لبستش لغايه دلوقتي يا شوكت؟ ومش هلبس يا كاميليا، مش هلبس. كفايه تلوى دراعي في جوازه نسمه، مش هتلوى دراعي تاني ابدا. ولزومه ايه الكلام ده دلوقتي؟ لزومه ان انا اتفقت مع الواد دوت انه يجي لي لوحده، اتفق معاه واشوف الكوت هوافق على الجوازه ولا لا. وايه اللي حصل غير كده يا اللي شوكت؟ حصل انه جايب لامه حضرته بيحرجني. انا مش هنزل يا كاميليا، كفايه انه من طرف 7 البرومبا جوز بنتك الصغيره. فيه بابي؟ ابوكي مش موافق على الجوازه يا حبيبتي. ايه؟ انت بتعملوا فيها كده ليه؟ بصي خلقتها؟ حرام عليكم والله العظيم، يعني انا اختي صغيرة اتجوزت قبل ايه وانا واقفه على مسكه ليه؟ بس دي ناس كانت وش كانوا وشها فين؟ ما وشها زي ما هو. انا بموت نفسي والله العظيم، لو نزلت معايا دلوقتي هموت نفسي. ايش السلاح يطلع يا بنت الكلب؟ انت شايف العند بتاعك هيوصلني هتموت نفسك؟ ما تهزيش ايديها يا كاميليا. انا بقى هات هات يا بنت الكلب، هاتي انزل معايا. انا هنزل يا نادين، هنزل يا كاميليا، لكن يكون في معلومكم مش معنى نزلت ان انا هوافق، انا هنزل اقيمه واشوف. طب ممكن تلبس بقى من فضلك؟ مش هلبس، انا هنزل كده. يلا طب يلا يلا. لا يا طنط رايحين فين؟ ما يصحش، بابي زمانه نازل. يا ابراهيم صدقني احنا غير مرغوب فينا. اهو جاهو. سلام عليكم. مين ده؟ شوكة الحجار، صاحب البيت والجاتوه والشاي اللي طفحتوه ده. هو ايه اللي لابس ابوه كده نسمه؟ هو جاي قبل العريس ولا نازل يصلي الجمعه؟ ما تاخذونيش، انا قلت انزل على طبيعتي، انزل بجلابيه، ما رضيتش البس بدله مع ان الدولاب هيقع من البدل. ثم انتوا فاجئتونا بالزياره، في حاجه اسمها تليفون، امروني. ويا ترى هنأمرك واحنا واقفين كده ويا تسمح لنا يريح؟ لا يريحوا. يا رب رقم حرف كله. انا هخش في موضوع على طول. يا ريت، لاني ما عنديش وقت. احنا جايين شاريين بنتك نادين يا ابننا ابراهيم. ابراهيم جاهز من مجاميعه وشقته عنده، وعروسه شافتها وعجبتها قوي. ويا ترى العروسه شافت الشقه فين؟ على الموبايل يا بابي، على الموبايل. فيه انت شفت الموبايل فين يا بنت الكلب؟ شوكت مش معقول كده بقى، خليها تتجوز، هي بتحبه وهو بيحبها. انا شايف يا عم ان احنا نقرا الفاتحه ونكتب الكتاب ونجيب الشبكه وصلي صلي. محجوز لك القاعه بالمره يا قمر. محجوزه يا عمي والله، خدتها من على بوقي، محجوزه قاعه. بس انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، مفيش حاجه هتتم الا موافقتك، ده انت الخير والبركه. هي شوكت بنقرا فاتحه؟ ده ايه يا هانم؟ ده انتوا المفروض بتفهموا في الاصول. نقرا الفاتحه ازاي؟ مش تستني لما اسال عن محبوس ابنك؟ بقول لك يا عمي، لو عايز تسال على ابراهيم اسالني انا، ده صاحب عمري اضمنهولك برقبتي. ما هي دي المصيبه. عمي انا رايي ننجز بدل ما الواد يتخطف مننا. نقرا الفاتحه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. فتحه اللي هتتقري يالا. بنتي. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. امين. وبالمناسبة السعيدة دي بقى، احنا عندنا شايم قطقط كده في عين السخنة، ايه رأيكم نعمل يحيى ترفيهية يوم الجمعة وعزمكم على أكلة سمك؟ عجبك المطعم يا شوكة بيه؟ هو بتاعكم؟ ايه؟ عارفة؟ على ماي ماي بصر من هنا الشاي بتاعنا مساحته 64 متر يجري فيهم الخيل. وحضرتك بتعملي اعلان للوسيط؟ ما دماغنا بقى. شوكت مش معقول كده حركت الست. عماله تتكلم على الحقوق اللي عايشه فيه وكانها عايشه في قصر المنسترلي، ايه القرف ده؟ شوكت
من فضلك بقى افردها شويه. بقول لكم يا جدعان، احنا بعد اكله السمك دي هنروح نركب الكليفريد. كليفريد؟ والله انا بحب الكليفريد. انا مدمن كليفريد، انا بستنى بقى لما الباب يقفل واروح متشعبط فيه من ورا. بجد عملت كده يا هيما؟ عيب يا قلب هيما. طب بقول لكم يا جماعه، ما بلاش موضوع الكليفريد ده عشان انتوا لسه واكلين، فممكن معدتكم تقلب فترجعوا في وش بعض. يعني ايه معدتهم تقلب؟ انت مش ناوي تركب معاهم ولا ايه يا صابع البرومبا؟ لا عمر بتهزر، مش هتركب تلفريك؟ لا يا حبيبتي ازاي؟ هركب طبعا هركب. هو فين التلفريك؟ فين التلفريك؟ يا ناجي يا ناجي اسمعني بس يا ناجي، والله العظيم انا خايفه. ايه يا داليا يا حبيبتي خايفه من ايه؟ ما انا معاك اهو. يلا بس يلا. راح فين يا بيه؟ اقطع حمولك تلات افراد. تلات افراد ايه؟ ده لسه في سبعه انفار داخلين في الكابينه اللي قبلينا. على العموم بقولك ايه، انت خد نادين ونسمع وسبقوله انتوا وانا هحصلكوا بري. ايه عمر ده احنا مش هنطلع من غيرك. ليه هو انا اللي هسوق؟ خد نسمة في كليفريت وانا هاخد نادين في كليفريت. ها وكله يدلع نفسه. ماشي ثانية واحدة. بقولك يا ريس، هو البتاع ده مفهوش باراشوت. باراشوت ايه يا بيه؟ انت راكب هليكوبتر؟ لا لا ما اقصدش، انا اقصد يعني مفهوش حزام امان. مفيش حزام امان، وبعدين الكابينه معمول لها صيانه. انت خايف؟ لا والله العظيم، يا راجل والله العظيم بخايف. العمار بقى يا راجل، ده موقفين حانوتي على التليفون. يلا يا عمر. بقول لك ايه، انا بكتري قوي اسبوع 10 ايام بالظبط يعني. أيوة. وهاجي اجيب الشبكه وهب عليكم. والله العظيم اقسم بالله انا اعمل كده. ابوكي ده لازم يتذبح له القطه ويتاخد على الحامي كده في اولها. بعد الشبكه بشهر بشهر. ايوه هجيب قرايبي من دمليج واجي اتجوزي. لا 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 بقول لك ايه يا نسمة، عايزين نهدى شويه علشان حمل الغسيل اللي احنا متشعلقين فيه ده ملوش امان. حمل لا 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 بلاش كده بلاش كده. طب انا هفضل اتصور كده لوحدي ثلاث صور معايا. لا 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 انا رايح حبيبتي نيجي نتصور جنبي هنا علشان الفيو من ورا هيبقى تحفه. واسال الفيو التحفه ده مش باين من واحنا قاعدين هنا. لازم نقوم. نقوم فين؟ في برطمان المربى اللي احنا فيه ده. خليك قاعده. يلا يا عمر انا مش عارفه انت ايه. بس ايه ده؟ في ايه؟ امسكي كويس، احنا معاكي. في ايه؟ يا رب استر يا رب استر يا رب. انتي بتلك يا خرابي نسمة. امسكي يا نسمة كويس، خدي بالك يا بنتي. اسمع كلامه اسمع كلامه، ده عايز مصلحتك. الحال يا عمر المنظر ورق من هنا ومن هنا كمان. انا عايزه ايدي بتفلت. ما هو انت خطرت برضه يا حبيبتي، محمله على ايد واحده، حبه شمال وحبه يمين وهتتقطع. هو في حد معايا فوق؟ امسكي كويس يا نسمه. مش عارفه. امال فين كوز الدره اللي معاكي؟ كوز الدره بقى مش عارفه. كويس؟ مش عارفه مش عارفه. ربنا ما بينساش حد. اجمعني يا حبيبتي اجمعني. لا 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 الحمد لله رب العالمين، احنا بقينا احسن بكتير. احسن ايه يا دكتور؟ دي بقالها اكتر من شهر لا شافت حد ولا خرجت ولا نزلت ولا حتى التلفزيون بتتفرج عليه. لا يا كمال يا هانم، احنا اتفقنا على ايه؟ مفيش تلفزيون مفيش انترنت مفيش سينما، احنا عايزين بنوتتنا تقعد في هدوء شويه. طب ينفع يا دكتور اخدها وننزل نخرج شويه نغير جو؟ اسمع، مش عايزه تخرجي شويه؟ لا مش عايزه ترجعي بيتك تشوفي عمر؟ مش عارف. اتفضل يا دكتور. ايوه يا ابني. لا 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 خليك انت في العربيه دلوقتي على ما اظبطهولك، ما تقلقش. تلات دقايق وتعالى بالظبط. مش عارف حاسس. سلام بقى عشان نازلين ثانيه. انا عارف يعني نيرفز. انا مش نيرفز يا دكتور ارجوك. اتفضل اتفضل ارتاح. انت مش عارف تصدق لغايه دلوقتي ان احنا مش هنسلم؟ بس بقى بص يا شوكت، انا مقدر ان نسمة عانت الفترة الاخرانية من حاجات كبيرة قوي، بس الحمد لله ابتدت تتعافى وتعدي المرحلة الصعبة دي وبتتحسن، بس تحسن بسيط. ايوه دكتور، يعني البنت هترجع لحالتها الطبيعية؟ اوف كورس نوت. قصدك يا دكتور؟
انا رايي ان كفايه قوي شهر نسمة بعيد عن بيت جوزها. انا شايف يا عمي ان الدكتور شبراوي عنده حق. بيت ايه وجوز ايه يا دكتور؟ ما لو كان بياخد باله منها ولا محافظ عليها ولا قادر يحميها كنت رجعتها له من زمان. انا شايف يا دكتور شبراوي بقى المره دي ان عمي فعلا عنده حق. شوكت نسمة لازم تمارس حياتها الطبيعيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني نسمة لازم ترجع بيت جوزها، ده العلاج. ثانيا ندي عمر فرصه تانية. قصدك ثالثه؟ شوكت مساء الخير عمي. ده ايه اللي جابك هنا هلا؟ انتوا متفقين مع بعض؟ بص يا عمي انا عارف ان حضرتك زعلان مني، بس انا اكتر واحد بيحب نسمة بنتك واكتر واحد بيخاف عليها. بتخاف عليها؟ بأمارة ايه يا حبيبي بتخاف عليها؟ عرفت تنقذها لما تلم عليك العيال الصيع وسعلوك في الارض؟ شوكت عرفت تنقذها من الغرق؟ شوكت لحقتها لما وقعت بالتليفريك؟ شوكت انا كان نفسي اجوز بنت راجل. راجل يا عم انت كده مش عايز راجل، انت كده عايز لقف الدفاع المدني. ولد عمي عمر طيب يا عمي. أنا عمي بيحبك. انا عمر عمر عمي طيب عمر. وايوه فينك عمي؟ انا لخبطت الوقت. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا تعبان. ايه ده؟ ايه انا خايف انا خايف. مثله ياض مثله. طبل ياض طبل. يكون في معلومك لا في فرح ولا جواز الا لما اطمن على نسمة الاول. شوكت ليه؟ جواز نادين ممكن يساعدنا في حل مشكلة نسمة وعلاجها. شوف ولا تلم. شوكت الدارة غضبانة. بص يا شوكت نسمة لما تنشغل في تجهيزات الفرح وتشوف فرحة أختها قدامها أكيد أكيد هتخرج من الاكتئاب اللي هي فيه. ايه رايكم في التلاجة دي؟ تجنن صح؟ حلوة قوي. ايه رايك؟ هي حلوة قوي لو هنبات فيها، بس اعتقد انا جبت اوضه النوم خلاص يا جماعه. ايه ده؟ يعني انا شايف يعني دي حلوه جدا. دي نسمع شفت كرسي المساج ده؟ ايه رايك نجيب واحد نحط عندنا في الليفنج؟ زي ما انت عايز. ما فيش حد هنا ولا ايه؟ لو سمحت بكام كرسي المساج ده؟ الكرسي ده عامل 75,000 جنيه، وبعد الخصم والصدور عامل 85,000 جنيه، وعشان نجيب حالنا اول ما نام عامل 30,000 جنيه. هو بيقول ايه؟ هو تقريبا عايز يرجع الكوكب بتاعهم بس مش عارف. حضرتك انت بتقعد عليه وبتحكم عليه بنفسك، فاطمة يا باشا. فندم؟ اقعد عليه، بقول لك حضرتك اقعد عليه واحكم عليه بنفسك. حاضر. فاطمة يا هان. حاضر. فاطمة يا ملان. فاطمة يا بيه. فاطمة. اوعى يكون بيكهرب ولا كده عشان ما بحبش المقالب. ها؟ لا ما انا مفيش ميه ولا مش نقص ما يقلقش من حاجه خالص. هو تقريبا اللي هو طلع له في مناخيره. اول ميزه في جهازنا ان هو بيسقع في الصيف ويسخنك في الشتاء. وفي الربيع بيعمل ايه؟ بيطلع ورد؟ ورد ايه يا ناشا؟ انت لو جربت جهازنا انا هنحيا بيه في مساج وفينا علاج. الميزه الثالثه بقى كمان تلبس المطاعمي هتشوف جو ثاني خالص وهتشوف مناظر طبيعيه ومزيكا خلابه. اتفضل يا هاني. هذا نايس ليه؟ الله هي دي. ايه رايكم في الدراير ده بقى؟ دراير ايه يا طنط؟ ده بيجيب جرب. جرب ايه؟ امال انت عايز تنشف هدومك ازاي؟ عايز تنشرهم على حبل غسيل عشان كل الجراثيم تيجي فيهم؟ لا انا هدومي لازم تدوق الشمس، وتحديدا غيارات الداخليه بقى على فكره. ايوه يا ماما هي غياراته لازم تشوف الشمس. صدقها حلو بجد. انا هجيب واحد عندنا في البيت. نسمع يا نهار اسود. نسمع يا رحيم. مساء الخير يا فندم. دي شاشه ليد 80 بوصه 4K كواليتي عاليه قوي يا فندم، وكمان معاها هوم سيتر هديه. بص حضرتك الصوت بيبقى عامل ازاي يا فندم. يا فندم أنا آسف. طب أنت ما شفتيش نسمة؟ هي مش كانت معاك؟ كانت معايا بس اختفت. اختفت؟ شوف اللي حد يهرع.
نسمة. رحيم حبيبي. رحيم يا نهار دقن. مشكلة عويصة. شفت يا دكتور؟ يا ريتنا لو سمعنا كلامك. اهي النسمة رجعت تمارس حياتها الطبيعية تاني واحنا لبسنا رحيم. على فكرة دي مش غلطتي. أنا قلت لعمر ما يعرضهاش لأي مؤثرات خارجية ولا يفرجها على أي تلفزيون. وأنا أعمل إيه أكتر من اللي أنا عملته يا دكتور؟ أنا شايل التلفزيون وقاطع النت يا جماعة. أنا شكيت مرة في الميكرويف فصلته. أنا يا جماعة عايش في العصر الحجري. أنا حبة كمان وحبة ثروت خروف. يا سلام يا سلام. أمال هي شافت رحيم إزاي؟ أنا عارف. احنا نزلنا نجيب الاجهزه الكهربائيه بتاعت ابراهيم ونادين، غفلت عنها شويه، رجعت لقيتها واقفه قدام شاشه 80 بوصه ودقن رحيم فرشه في الشاشه زي النجيله. هنتصرف ازاي دلوقتي يا دكتور؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اسمع صلاه النبي حلو. هو هيطلع ارنب ولا ايه؟ انا مش عارف. ركزوا معايا، اذا رسمنا خطا من هذا المج الى هذا المج. لا انا بقول اي كلام يا جماعه، ما تركزوش. انا ان شاء الله مش هنحتاج للفكره اللي هو ما قالهاش ديت. بصوا يا ساده، دلوقتي بطل الاسم رحيم، بمعنى ان هو بالنسبه لها ايقونه الشجاعه. يحصل ايه لو عرفنا نكره نسمه في رحيم؟ هتبطل تحبه. برافو عليك. فهمتوا بقى الدماغ دي دايره ازاي؟ انا مش هقطع اللي قاعد في وسطيكم. يا ساده احنا هنستعمل معاها نظريه تحطيم الايقونه. يا اهلا وسهلا، شيفتنا وكطيتنا ونويتنا يا شوكه بيه. لزوم ايه الاكل ده كله يا هناء؟ بجد انت كده تعبتي روحي. انا كان نفسي اعمل اكتر من كده. ما عملتيش ليه؟ ايوه امال فين جوزك يا نسمه؟ اتاخر قوي، عايزين ناكل. إيه رحيم لسه مكلمه جاي دلوقتي. يا حيم يا حيم مين؟ اصبري يا ام والنبي الراجل ده شويه. اصبري عليا يا ام، اصبري عليا. هي دي العزومه اللي عرفانا بيها؟ فرختين وبطايه. مفيش ديك رومي ليه؟ ولا مش الموسم بتاعه؟ جود ايفنينج، اي مين يعني مساء الخير يا جماعه. اتفضل يا رحيم. اتفضايو. ازيك رحيم يا ابني؟ رحيم ما بيسلمش على حد. ازيك يا رحيم؟ ما قلنا رحيم ما بيسلمش على حد. عندك ما سلمت. ايه ده يا رحيم؟ ده انك تولد كده امتى؟ رحيم يعمل اي حاجة. لو عايزاني اطول لك شعر مناخيري دلوقتي اطولهولك. لا مش للدرجة دي، انت كده عاجبني. مين ده؟ ده رحيم ياما. ما شفتيش مسلسله في رمضان؟ ايه يا عم رحيم، مش هتشرب شوربة الحجة؟ رحيم ما بيشربش شوربة، رحيم بيشرب زيت. وبعدين هدي العصبية بتاعتك شوية يا رحيم يا ابني. هو ده نظامي. هقوم لك. بلاش يا حبيبي شوربة، خد ترش يفتح نفسك. رحيم ما بيفتحش نفسه بترش. رحيم بيفتح نفسه بفروة خروف. طب ايه؟ سبرته. رحيم اللي انت بتشربه ده؟ هكون بشرب ايه يعني؟ كولونيا؟ خمرة؟ انا بشرب خمرة. انت من امتى بتشرب خمرة؟ انا خمرجي قديم، سكير عروقي بيجري فيها فودكا. انا بقرأ شمبانيا. براحتك يا حبيبي، اجيب لك كاس. لا رحيم، رحيم اللي انت بتعمله ده ما ينفعش، احنا في بيت ناس، احترم الناس يا اخي. رحيم ما بيحترمش حد. بيتك ده مجنون ده يا ابني. اتقالي ياما بس عشان الخطة ما تبصي. معلش عفر سجاير. ايه ده؟ اي 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 عيب يا ابني تويع سيجاري على الاكل. دي مش سجاير يا حاجة، ده حشيش مخدرات. تحب اللي فينكس الهوب معانا؟ انا تقول لي سهيوب يا واطي يا ابني الكلب وحشيش في بيتي؟ يا شيبسي دي حاجة محدش يربط. انت عايز طيبية يا حاجة؟ دقنك دي، دقنك دي مش على راجل. هفهمك يا حاجة. دقنك دي انا هنتفهالك. الله يخرب بيت امك. الله يخرب بيتك. الله يخرب بيتك يا اما. عمر؟ عمر مين؟ ده رحيم. لا عمر بس منتوف. لا ده مش عمر. فين رحيم؟ انا عايزه رحيم. فين رحيم؟ انا عايزه رحيم. فين رحيم؟ كيف؟ حسبي الله ونعم الوكيل. الموضوع باظ يا عمر، باظ. طب هنعمل ايه يا دكتور؟ اعتقد مفيش غير حل واحد انت عارفه.
بقول لك يا هاني، احنا هنستنى كتير ولا ايه؟ معرفش، بس هو بعد الماسك بيحب يريح شويه.